السلام عليكم، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتي. في هذا الفيديو سنتطرق مع بعضنا البعض إلى تجربة ميلكان أو ملخص تجربة ميلكان أو ما يعرف بتجربة السقوط الحر لقطيرة الزيج. ملاحظة هامة رقم واحد، إذا نبدأ هذا الملخص بملاحظة هامة رقم واحد. في هذه الحالة لا نهمل دافعات الخميس، يعني في المرحلة الأولى أو في حالة أولى لا نهمل دافعة أرخميدس FA لا يساوي الصفر. المرحلة الأولى هي مرحلة السقوط، تؤثر على هذه القطيرة التي تركناها تسقط سقوطا حر تحت جدير قوة ثقلها. تلاحظ بأنها يؤثر عليها قوة دافعة أرخميدس وقوة جديدة التي هي سنتعرف عليها، التي هي قوة ستوكس FS. فورس دو ستوكس اف اس، قوة ستوكس وعبارتها هي اف اس يساوي 6 بي ار مي في صفر. هذا 6 بي ار مي الذي هو ثابت، الذي هو ثابت، حيث ان اف اس عبارتها هي اف اس يساوي ك في في صفر، لانها قوة احتكاك، قوة احتكاك المائع. وبما انها قوة احتكاك المائع فان هذا الثابت يتغير من شكل الى اخر. ونحن بما أننا نعتبر بأن هذه القطيرة هي شكلها كروي، يعني الشكل الذي الشكل الهندسي للقطيرة نعتبره لتبسيط التجربة نعتبره كرة. وبما أننا اعتبرناه كرة فإن هذا الثابت ك يصبح 6 بي ار مي الذي هو اللزوجة، اللزوجة، حيث أن مي هذه هي لزوجة المائع. اف ا قوة دافعة أرخميدس وعبارتها كالتالي: FA يساوي رو R في V في G. رو R يساوي رو فتحة، كما تلاحظون هنا رمزت برو R هي رو فتحة. V يساوي هو V القطيرة، حجم القطيرة هو 4 على 3 بي R مكعب، هو نفسه حجم الكرة. إذن تكون عبارة دافعة أرخميدس هي FA يساوي رو في 4 على 3 بي في R مكعب في G. يمكنكم حسابها عن طريق هذه العبارة إذا كانت R معلومة. قوة الثقل P هي قوة الثقل لو بوا، P يساوي M في G، M يساوي رو في V، ويساوي رو في 4 على 3 بي في R مكعب. يمكن حساب الام التي هي كتلة القطيرة بالعبارة التالية: ام يساوي رو في في ويساوي رو في 4 على 3 بي في ار مكعب. بطبيعة الحال اذا كان نصف القطر معلوم، اذا كان نصف القطر معلوم يمكنك تعويضه في هذه العبارة وحساب كتلة القطيرة. اذا تكون عبارة قوة الثقل كالتالي: بي يساوي رو في 4 على 3 بي في ار مكعب في جي. كما تلاحظ هنا حجم القطيرة هو نفسه حجم الحجم في دافعة أرخميدس، يعني الحجمان متساويان، ولكن رو هنا هي رو للجسم وهنا رو للهواء، يعني هنا الكتلة الحجمية للماء المزاح وهنا الكتلة الحجمية للجسم الذي سقط في الماء التي هي القطيرة. ملاحظة هامة رقم 2، V هي سرعة القطيرة، سرعة القطيرة دائما بوحدة المتر على الثانية. كي نفرق بين V للسرعة و V للحجم، V للسرعة تكون بهذا الشكل و V للحجم تكون بهذا الشكل. V كبيرة هي حجم القطيرة، ونعتبر حجم القطيرة ونفسه حجم الكرة، لأن القطيرة تملك شكلا كرويا، يعني نحن نعتبرها كرة. حساب نصف قطر القطيرة، ندرس حركة القطيرة بتطبيق المبدأ الأساسي للتحريك أو المبدأ الأساسي للديناميك الكلاسيكي. مجموع القوى الخارجية يساوي كتلة الجسم في تسارع مركز عطلته. بما أن القطيرة تسارعها يساوي الصفر، تسارعها يساوي الصفر لأن القطيرة في حركة مستقيمة منتظمة، يعني تتحرك بشكل بطيء جدا، فنعتبر تسارعها يساوي الصفر، يعني قمنا بإهماله، يعني نضعه كما يقول اكسيليراسيون نيجليجابل، يعني تسارع هذه القطيرة يساوي صفر لأن سرعتها ستكون ثابتة عند حركتها، سرعتها ستكون ثابتة لا تتغير. إذا مجموع القوى الخارجية يساوي صفر لأن التسارع يساوي صفر، فإن M أيضا تضرب في التسارع وتصبح تساوي صفر. إذا مجموع القوى الخارجية يساوي الصفر.
إذا القوى الخارجية التي تؤثر على هذه القطارة هي ثلاث قوى: قوة سكوكس، قوة مقاومة الماء التي هي قوة دافعة أرخميدس، وقوة الثقل التي تكون شاقولية نحو الأسفل. هذه العبارة هي عبارة شعاعية. الآن عند الإسقاط، عند الإسقاط على محور الحركة الذي قمنا برسمه الذي هو OZ، نجد بأن قوة ستوكس هي قوة معاكسة لاتجاه الحركة، وقوة دافعة أرخميدس هي قوة معاكسة لاتجاه الحركة. إذا نضعهم بالسالب، هنا ناقص FS ناقص FA زائد P، لأن P في نفس اتجاه الحركة ويساوي الصفر. إذا P يساوي FS زائد FA. إذا نقوم بالتعويض، MG يساوي 6PR مو في V صفر طمة زائد رو فتحة V في G. إذا هنا M نقوم بتعويضها، رو في V في G يساوي 6PR مو في V صفر زائد رو فتحة في V في G. الآن ماذا نفعل؟ نقوم بنقل رو فتحة في جي، نقوم بنقلها إلى الطرف الأول. إذا تصبح رو في جي ناقص رو فتحة في جي يساوي ماذا؟ يساوي 6 بي ار مو في صفر. إذا نستخرج في جي عامل مشترك من الطرف الأول، تصبح لدينا رو ناقص رو فتحة، نغلق القوس، في جي يساوي 6 بي ار مو في صفر. إذا تصبح لدينا هنا، نقوم بتعويض الحجم بما يساويه، تصبح رو ناقص رو فتحة، نغلق القوس، 4 على 3 بي في ار مكعب في جي يساوي 6 بي ار مي في صفر. نقوم باختزال الحدود، ار مع ار مكعب وبي مع بي، تصبح لدينا رو ناقص رو فتحة يساوي 4 على 3 بي 4 على 3 ار مكعب 4 على 3 ار مربع عفوا في جي يساوي 6 بي 6 مي في صفر، لان بي اختزلت. لاحظ معي هنا بي اختزل مع بي، وار مكعب اختزل مع هذا الار الذي هذا في الطرف. تصبح لدينا رو ناقص رو فتحة في ار مربع في جي يساوي 18 على 4 بطرف الطرفين في الوسطين، تصبح لدينا 18 على 4 مي في صفر. اذا هنا ار ماذا يساوي عندما نقوم باستخراجه؟ يصبح لدينا هنا R يساوي 18 على 4 في مي في صفر مقسوم على رو ناقص رو فتحة في جي. إذن هذه العبارة هي عبارة R، ولكن تلاحظ بأن هناك اختزال 18 على 4 18 على 4. إذن 18 ما هي إلا 3 أس 2 في 2، إذن و 4 هي 2 في 2، تختزل الاثنان مع الاثنان، تصبح لدينا عبارة نصف قطر القطيرة، فتكون عبارة نصف قطر القطيرة الزيتي كالتالي: هي R يساوي 3 في جدر مي في صفر مقسومة على 2، 2 ماذا؟ مقسومة على 2 رو ناقص رو فتحة في جي، وهي عبارة نصف قطر القطيرة في حالة عدم إهمال دافعة أرخميدس. يعني عندما لا نهمل دافعة أرخميدس فإن رو فتحة موجودة، إذا كانت رو فتحة موجودة فإن دافعة أرخميدس موجودة. إذن ويمكننا عدم إهمالها، يعني يمكننا إهمالها، يعني إذا قال لنا التمرين أهمل دافعة أرخميدس نهملها، وإذا لم يقل لنا أهملها لا نهملها. ووحدة نصف قطر القطيرة هي المتر، الوحدة الدولية دائما تكون وحدة الأبعاد هي المتر. في حالة ما إذا كانت، لاحظ هنا FA يساوي صفر، إذا رو فتحة يساوي صفر، تصبح عبارة نصف قطر القطيرة كالتالي: R يساوي 3 جدر مو في صفر مقسومة على 2 رو في جي. هذه العبارة ركز عليها جيدا، عبارة السرعة الابتدائية للقطيرة. السرعة الابتدائية للقطيرة هي في صفر في حالة كان FA موجودة، FA موجودة، إذا في صفر يساوي 2 رو ناقص رو فتحة في R مربع في جي مقسومة على 9 مي، وهي عبارة نصف قطر القطيرة. في حالة إذا كانت FA تساوي صفر، رو فتحة تساوي صفر، إذا في صفر يساوي 2 رو في R مربع في جي مقسومة على 9 مي. حساب كتلة القطيرة، كتلة القطيرة تحسب كالتالي: M يساوي رو في V، إذا M يساوي رو في 4 على 3 P في R مكعب. وحدة الكتلة هي الكيلوغرام كاجي.
المرحلة الثانية حالة صعود القطيرة، وهذا بتطبيق حقل كهربائي عليها. حساب يعني يطلب منك حساب شحنة القطيرة. الآن علينا إعادة الرسم ووضع مخطط القوى المؤثرة وتغيير المعلم، لأن القطيرة الآن ستصعد. نغير اتجاه المعلم الذي هو أوزد يتجه نحو الأعلى، وتصبح لدينا قوى أخرى، وهناك قوى يتغير اتجاهها. دائما 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 دافعة أرخميدس كما تلاحظون هنا، لاحظ معي هنا، لاحظ معي، تلاحظ بأن قوة اف اس قمنا بعكسها. قوة اف اس هي قوة تقوم تكون دائما عكس اتجاه الحركة. قوة اف اس هي قوة دائما عكس اتجاه الحركة، وقوة بي تكون دائما نحو الأسفل، يعني القطيرة تصعد نحو الأعلى، إذا قوة الاحتكاك عكس اتجاه الحركة. ولكن القوة FA، القوة FA دائما اتجاهها نحو الأعلى، لأن القوة FA تعمل على جعل الجسم يطفو، وتسمى بقوة الطفو. يعني FA هذه هي قوة دافعة أرخميدس، تقوم بجعل الجسم يطفو، يعني تكون دائما اتجاهها دائما نحو الأعلى، لا يمكن أن تكون نحو الأسفل. عليكم الحذر جيدا في التمثيل، عليكم الحذر جيدا بالنسبة لدافعة أرخميدس، لأنها قد تخادعكم وتجعلكم تخطئون في اتجاهها. القوة FE، بما أن القوة FE هي السبب الرئيسي لصعود القطيرة، فإن اتجاهها نحو الأعلى. لاحظ معي الآن، FE هي القوة الكهربائية، وعبارتها FE يساوي QFE. إذن المجموع، نقوم بتطبيق نفس القانون، المجموع الشعاعي للقوى الخارجية يساوي صفر، لأن القطيرة لا تملك تسارع. ومنه فإن FS زائد FA زائد P زائد FE يساوي الصفر، يساوي الشعاع المعدوم. بالإسقاط نجد بأن قوة FS التي هي قوة ستوكس هي عكس اتجاه الحركة، زائد FA التي هي في نفس اتجاه الحركة ناقص بي التي هي في عكس اتجاه الحركة قوة الثقل، زائد اف او ويساوي الصفر. لاحظ معي الآن بنقل الأطراف الأخرى إلى الطرف الآخر، لاحظ معي اف او يساوي اف اس ناقص اف ا زائد بي. إذن كي في او تصبح لدينا، نعاود كل حد بعبارته، تصبح لدينا هنا كي او كي في او يساوي رو في جي ناقص رو فتحة في جي زائد 6 بي ار مي في ان. في واحد، هاتي في واحد، لماذا وضعنا في واحد؟ لماذا لم نضع في صفر ووضعنا في واحد؟ لان السرعة تتغير، انت طبقت عليها حقل كهربائي، فقامت القطيرة بصعود بمسافة معينة، اذا هي اكتسبت سرعة اخرى غير السرعة الابتدائية التي كانت تملكها في البداية. معناها أن السرعة تغيرت، ولكي عندما تتغير السرعة يجب عليك إعادة حسابها وتعويضها في هذه العبارة. إذن تصبح لدينا هنا الآن نقوم بالقسمة على 6 بي ار مي، قسمة كل الأطراف تصبح كي في او مقسومة على 6 بي ار مي يساوي رو ناقص رو فتحة في 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 جي في 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 جي مقسومة على 6 بي ار مي زائد 6 بي ار مي في واحد مقسومة على 6 بي ار مي. لاحظ معي هنا كي في او مقسومة على 6 بي ار مي يساوي رو ناقص رو فتحة في 4 على 3 بي ار مكعب في جي مقسومة على 6 بي ار مي. الآن نقوم باختزال الار مكعب مع الار، وتصبح لدينا هنا Q في U يساوي 6 بي ار مي يساوي 4 في رو ناقص رو فتحة في ار مربع في جي مقسومة على 18 مي. كما تلاحظون هناك اختزال بين 18 والأربعة، نختزلها تصبح لدينا هنا لا ننسى زائد في واحد، تصبح لدينا Q في U مقسومة على 6 بي في ار في مي ويساوي 2 في رو ناقص رو فتحة في ار مربع في ار مربع في جي مقسومة على 9 مي زائد في واحد. هذه العبارة الملونة باللون الأخضر
هي عبارة السرعة الابتدائية للقطيرة التي شاهدناها في البداية. لاحظ معي هنا، لاحظ معي هنا، قمنا ببرهانها في البداية التي هي عبارة سرعة القطيرة، السرعة الابتدائية للقطيرة لاحظناها هنا، ها هي لقد وجدناها في البداية بأن سرعة القطيرة ها هي v صفر يساوي 2 في رو ناقص رو فتحة في r مربع في g مقسومة على 900، وهي نفس العبارة الملونة في بالأخضر هنا. إذا نعوضها بما يساويها، إذا q في u مقسومة على 6 في r mu يساوي v صفر زائد v واحد، إذا q في u يساوي 6 في r mu في v واحد زائد v صفر. إذا شحنة القطيرة، شحنة القطيرة فتكون عبارة شحنة القطيرة كالتالي، إذا Q يساوي 6 بي آر مي في واحد زائد في صفر. في واحد هذا يجب عليك حساب السرعة المكتسبة من طرف القطيرة عند صعودها بمسافة معينة، إذا في واحد زائد في صفر مقسومة على U. في حالة ما إذا كانت f a تساوي الصفر ورو فتحة تساوي الصفر، تتغير عبارة السرعة الابتدائية في صفر، تتغير عبارة السرعة الابتدائية في صفر، ركز جيدا، تتغير عبارة السرعة الابتدائية في صفر، يعني هنا في عبارة السرعة الابتدائية في صفر تذهب الرو فتحة بالصفر، يعني تتغير وتقوم أنت بتعويضها هنا في عبارة في صفر. يعني تقوم بحسابها مرة أخرى عندما تنعدم مدافعة أرخميدس وتنعدم رو فتحة، تتغير عبارة السرعة الابتدائية في صفر، تحسبها وتقوم بتعويضها في هذه العبارة لحساب الشحنة كي. إذن تتغير عبارة السرعة الابتدائية في... وتبقى العلاقة السابقة للشحنة محققة، ويمكننا استنتاج عبارات أخرى. لاحظ معي هنا عبارة أخرى لشحنة القطيرة كالتالي، كي يساوي رو في 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 جي، هنا كي في رو كي يساوي رو في جي زائد 6 بي ار مي في في واحد مقسومة على او، يعني عندما تنعدم مدافعة أرخميدس تصبح لدينا عبارة أخرى، عبارات أخرى يمكن أن نستنتجها. لاحظ معي هنا عندما انعدمت دافعة أرخميدس أصبحت السرعة في صفر، تغيرت عبارتها، تغيرت عبارتها، ويمكننا استنتاج كي بهذه الطريقة، كي يساوي رو في 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 جي زائد 6 بي ار مي في واحد مقسومة على او، وهي نفسها هذه هي العبارة بتغيير في صفر. إذا غيرنا هنا في صفر، إذا غيرنا هنا في صفر، فإن لا 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 في صفر هنا تغيرت، يعني أصبحت متغيرة. لاحظ معي هنا كي يساوي ام جي زائد 6 بي ار، 6 بي ار مي في واحد مقسومة على او، او كي يساوي بي، يساوي بي لان ام جي هو نفسه بي، كي يساوي بي زائد 6 بي ار مي زائد مضروبة في في واحد مقسومة على او. هنا عليكم الحذر جيدا من هذه العبارات، يعني قد يطلب منك برهانها. قمنا بكتابة في واحد لأن القطيرة اكتسبت سرعة جديدة أثناء الصعود كما نبهتكم في البداية. وحدة الشحنة هي الكولوم سي، يمكننا حساب سرعة القطيرة أثناء صعودها بالمعادلة الزمنية للحركة المستقيمة المنتظمة التي هي إكس واحد يساوي في واحد في تي، إذا في واحد يساوي إكس واحد على تي، يقدم لك الزمن ويقدم لك كم صعدت القطيرة، وأنت تحسب السرعة وتعوضها في هذه العبارة وتجد قيمة الشحنة. وحدة السرعة التي تكتسبها القطيرة هي وحدة السرعة التي تكتسبها هي متر على الثانية، يعني وحدة السرعة هي متر على السكون دائما في جملة دولية. وهنا المرحلة الثالثة، تتوقف القطيرة عن الحركة بسبب تطبيق حقل كهربائي او فتحة، اي قوة كهربائية اف او فتحة. حساب شحنة القطيرة الجديدة، القطيرة في حالة سيكون معناها عند تطبيق حقل كهربائي او فتحة تصعد مسافة طفيفة وتتوقف، يعني عندما انت تطبق عليها حقلا كهربائي مرة اخرى اي قوة كهربائية مرة اخرى، فان القطيرة تتحرك مسافة طفيفة جدا وكأنها اهتزت فقط ولم تتحرك. اذا اف اي يساوي صفر، اف اس يساوي صفر لان القطيرة في حالة سكون، اذا تصبح اف او
تؤثر نحو الأعلى و بي تؤثر نحو الأسفل، والمحور أو زد المحور أو زد بما أنها صعدت مسافة طفيفة فإن المحور أو زد يبقى موجها نحو الأعلى. إذن مجموع الشعاعي للطوى الخارجي يساوي الصفر، إذن بي زائد اف او يساوي الصفر، إذن القوة المعاكسة لاتجاه الحركة هي القوة الثقل، إذن اف او بالموجب و بي تكون بالسالب ويساوي الصفر، إذن اف او فتحة يساوي بي، إذن Q فتحة O فتحة يساوي MG، إذن Q فتحة يساوي MG على O فتحة، ونقوم بحساب الشحنة الجديدة. لا تنسى وحدة الشحنة هي الكولوم. التوتر المطبق على القطيرة هو V يساوي O في D، يعني نحن لحساب قوة التوتر أو الكمون المطبق على القطيرة لكي تصعد يجب علينا تطبيق العلاقة V يساوي O على D و D يساوي X، يعني هو يقدم لك الحقل الكهربائي ويقدم لك كم صعدت القطيرة، ما عليك سوى أن تحول هذه المسافة من المليمتر أو من السنتيمتر إلى المتر، عليكم الحذر أثناء التحويل. إذن X هي مسافة الصعود كل مرة، V يساوي O في X. الشحنة الوسطية للقطيرة Q موايا يساوي Q زائد Q فتحة، ويمكن أن يقدم لك حالات أخرى لحساب الشحنة، يعني كل مرة يقول لك أحسب الشحنة ثم يقول لك أحسب الشحنة الوسطية. Q موايا يساوي Q زائد Q فتحة زائد Q N مقسومة على N، يعني Q1 زائد Q2 زائد Q3 مقسومة على 3. الآن هو رقم الشحنات، هنا لدينا شحنتان مثلا Q1 زائد Q2 مقسومة على 2 أو Q1 زائد Q2 زائد Q3 مقسومة على 3. حساب الشحنة العنصرية Q يساوي N في E، Q فتحة يساوي N فتحة في E. بعدها نقوم بقسمة العلاقتين كالتالي: Q على Q فتحة يساوي N على N فتحة. و بعد الحصول على قيمة البسط والمقام بشكل أعداد صحيحة، نقوم بحساب الشحنة العنصرية كالتالي: إذن أو فتحة بعد الحصول على قيمة البسط والمقام بشكل أعداد صحيحة، نقوم بحساب الشحنة العنصرية كالتالي: أو يساوي Q على N و أو يساوي Q فتحة على N، يعني نقوم بالتحقق. هنا كما تلاحظ بأننا قمنا بحساب بقسمة الـ Q على Q فتحة، يعني لدينا قيمة Q ولدينا قيمة Q فتحة، نقوم بتطبيق هذه العلاقة Q يساوي N في أو و Q فتحة يساوي N فتحة في أو. إذن Q على Q فتحة يساوي N على N فتحة. إذن كما تلاحظ هنا بأن عند الحصول على نتيجة الـ Q والحصول على نتيجة نقوم بقسمتهم على بعض، مثلا لدينا هنا 4 في 3 4.3 في 10 قوة ناقص 19 مقسومة على 2.5 في 10 قوة ناقص 19، تذهب الـ 10 قوة ناقص 19 مع الـ 10 قوة ناقص 19، ونحصل هنا في النهاية على نتيجتين صحيحتين، يعني إذا كانت لديك في البسط 2.1 نأخذها 2، وإذا كانت لديك في المقام 3.3 نأخذها 3، يعني البسط قيمته 2 والمقام قيمته 3. إذن وعند الحصول على الـ N والـ N نعيد تطبيق القانون كالتالي: U يساوي Q على N و U يساوي Q فتحة على N فتحة، ونحصل على نفس النتيجة التي هي الشحنة العنصرية التي هي قيمتها ثابتة ولا تتغير، U يساوي 1.6 في 10 قوة ناقص 19، وهي الشحنة العنصرية للإلكترون والبروتون، حيث بأن الإلكترون يملك شحنة عنصرية قيمتها ناقص 1.6 في 10 قوة ناقص 19، والبروتون شحنته العنصرية هي 1.6 في 10 قوة ناقص 19. كان هذا الفيديو هو عبارة عن شرح تجربة ميلكان، وهذا الملف الذي هو ملف البي دي اف ستجدونه عبر مجموعتي التي سيكون رابطها تحت هذا الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.